الاب يطول في راسه او يطلع في رقم عائلي متقدمه خلال سنه 2019 شنو اللي نبينا على سبيل المثال تصميم تاريخ تعليم الاداره ايش اللي كما جاء في السنسيز الرئيس تقدم من مصر اي 8000 دخول مؤخرا وتصميم النمو لمركز الجامعه التربيه للناروس بجانب 11 وثيقه مصالحه عليها فما عملية الوكالة الحضرية التي تقوى الدراسة المتعلقة بالمخطط الزوجي للتعيين العمراني للساحل العريش التي سجل تقدما ملحوظا خلال سنة 2019 فبعد المصادقة على المراحل الثلاثة الأولى المتعلقة خصوصا بالتصاميم القطاعية والتوجيهي والطريقة العامة للتصميم تم برسم المرحلة الرابعة نقاب اجتماع اللجنة المركزية المهمة لاتخاذ وتقرير التوجهات الكبرى للمخطط التوجيهي في انتظار نقاب اجتماع اللجنة المحلية للتتبع ومداولات المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك الحقوقي بلوغ واستكمال استرد المصادقة خلال سنة 2018 بخصوص تأييد محاولة أساسية بعد مراكز السريع الإقليم العائش والتي تهدف إلى رفع من الجودة المعمارية والعمرانية للقضاءات العمومية عملت الوكالة الحضرية على إعطاء انطلاقة دراسة إحداث التخطيط المعماري لهذه المحاور على مستوى الجماعتين الترابيتين بالساحل والقمح كما بشرت هذه المؤسسة العمل على إعداد دراسة استراتيجية استباقية حول التنقل الحضري بمدينة العريش تهدف إلى بلورة مخطط يساهم في حل إشكالية التنقل الحضري بالمدينة وكذلك التخفيف من حدتها نتيجة توسع المتزايد لنسيجها العمراني وعلى الصعيد الآخر وفي ظل الاهتمام الخاص بالمورد الثقافي والروحي لموقع طريق مريات السلام المشيش للجامعة الترابية في تزروج وسعيا منها من الوكالة الحضرية للمساهمة في سيادة غنى وتنوع المميزات الطبيعية والتراث المادي لهذه الجامعة التربية قامت الوكالة الحضرية بالمشاركة مع مركز البحث الوطني لتدريس المعماري للتطوان وبالتنسيق التام مع مصالح أمانة العريش بإعداد دراسة التعيين الحضري لمركز الجامعة التربية تزروج ملاحسن بالشيش والتي تستهدف إيجاد شروط تنمية متناغمة ومستدامة وذلك من خلال تحسين ظروف العيش السكنية وتعزيز الخدمات والبنيات التحتية الأساسية والمحافظة على المستقبل التاريخي والروحي لهذه الجامعة. وكذلك ضمان الاتحاء على محتها وتمكينها من شروط الانحراف وتطور التنموية الإقليمية للجميع المواطنين. وهذه الدراسات الجديدة في مرحلة إعداد الإشراقية للتعاقد. كذلك قولت الوكالة الحضرية خلال سنة 2017 اهتمام بالدراسات العامة والخاصة على صعيد إقليم العريش من خلال مضاعفة جهودها في إعداد سوى دراسة مواثيق الهندسة المعمارية والإنشائية لبناء المتين العريش والقصفيين وتسريع كذلك وتيرة دراسة المخططات الخضراء لنفس المدينتين حيث توجد هذه الدراسات في وضعية جد متقدمة. وفي إطار محاربة سد الغردقة وإنتاج سكن الشمال، عملت الوكالة الحضرية بإعداد دراسات تصاميم تتعلق بعمل التقويم التعديلي على مستوى إقليم العريش، وتهم هذه العملية تصاميم 21 عيدًا على مساحة إجمالية قدرت ب 583 هكتار، وتوجد هذه التصاميم في مراحل مختلفة تتوزع في مرحلة المصادقة ومرحلة إعداد الدراسات. كذا كان هذا على صعيد إقليم العريش، أما على صعيد إقليم وزان فقد بلغ عدد الدراسات 16 وثيقة تعبيرية منها 8 وثائق مصادق عليها فيما توجد 9 وثائق لدور الدراسة بلغ أغلبها مراحل متقدمة حيث تصر الوكالة الحضرية على تتبعها وقت المصادقة عليها. كما أعطت الوكالة الحضرية اطلاع الدراسة المتعلقة بتهيئة المحاور الرئيسية لمركز الجماعتين الترابيتين زومي والمجاعر الدريش وتحسين التنظيم بينهما في أفق تعميم هذه العملية على باقي الجماعات الترابية والإقليم.
ومن جهة أخرى نشرت الوصلة الحضرية عملية استعداد دراسة مخطط التنقل الحضري لمدينة فرسان بهدف الرفع من مستوى جودة وسلاسة التنقل في هذه المدينة. كذلك وصلت الوكالة الحضرية جهودها لتسريع وتيرة دراسة ميثاق الهندسة المعماري والبشري في مدينة فرسان ودراسة المتعلقة كذلك بالمخطط الحضري للمدينة شرط تقييم مع كافة الفرقات ومكونات المنظومة المحلية. وسعي من هذه المؤسسة إلى تحسين إطار العيش لسالفة الأحياء ناقص التجهيز بأقليم وزان تم إعطاء انطلاقة عملية إعداد تصاميم إعادة هيكلة للأحياء وهمت في مجموعة 26 دراسة منها 5 تصاميم تمت المصادقة عليها وستة تصاميم في ثور الإنجاز فيما توجد 8 اتفاقيات تستحق المصادقة وسبع اتفاقيات أخرى تم الشروع في إعدادها.